احنا حابب يشاركنا يعني في موضوعنا النهارده. شاركة حلوه قوي الحقيقه. يعني مدام نيفين ثروت باسيل رئيس مجلس اداره نادي امون ومدير برنامج اين انت. مدام نيفين صباح الخير. صباح النور يا سحاء. صباح النور يا هبه. صباح الفل على حضرتك. اهلا بيك كلكم عشان دور البرد اللي عندي. لا الف سلامة على حضرتك. سلامة على حضرتك. الله يخليكم. النهارده موضوعكم جميل جدا وشدني. ايه الحاجات المواقف اللي نفتكرها لبابا وماما في البيت او كده؟ وعجبتني البنوته اللي بتصور بابا. ايوه احنا في البيت اتعودنا في وجود بابايا ومامتي ربنا يهنيهم بالسما، اي حد بيبقى فينا خارج من البيت لازم يسلم على بابا وماما بيبصهم، وبالطبيعي الاقي بابا وماما طلعوا ورا لحد باب الشقه يرسموا عليه الصليب ويقولوا له ربنا معاك. الكلام ده قبل ما نتجوز. بعد ما اتجوزت كان نفس الحكايه، وانا كبيره اهو كنت اروح ازورهم واجي ماشيه باي ربنا معاك، ويبصوا لي ويقفوا على الباب يرسموا عليه الصليب ربنا معاك. النهارده دي حاجات ما تتنساش. انا عندي حفيد صغنن 3 سنين، علمته يجي خارج اقول له باي يا حبيبي ربنا معاك وارسم عليه الصليب يقول لي ربنا معاك يا تيتا. فدي حاجات حلوه اللي احنا نعلمها لاولادنا، ربنا معاك وارسم عليه الصليب وهو خارج. يعني العاده والحب اللي بابا وماما بيعملوه بيكبر معانا، وحضرتك كملتي وبتعمليه كده كمان مع اولادك ومع احفادك. هو حفيدي ده يا هبه انا بعلمت الكلام ده لاولادي. ايوه. وبالطبيعي دلوقتي حفيدي ال3 سنين الصغير ده بعلمه كده، اول ما يجي خارج ما يا حبيبي ربنا معاك يقول لي ربنا معاك يا تيتا. لازم رشمه الصليب دي ربنا معاك، دي من الحاجات الحلوه انا هو النهارده جدا ومش ناسيها. بكره هو هيكبر ويعلم ولاده وولاد ولاده مش هينفع. طبعا الحاجات الثابته والحب الثابت في حياتنا بعلامات حب، انك تقولي له ربنا معاك وترسمي عليه الصليب ده عمر ما يتنسى. ايه اكتر حاجه تانية غير كمان انهم كانوا بيوصلوكي مدام نيفين مثلا لغايه الباب سواء قبل الجواز او بعد، تفتكريها البابا او ماما كانوا بيعملوها بالنسبه لهم دي حاجه عاديه وانت ما تنسيهاش ابدا؟ الحضن والبوسه يا هبه، ده كان اساسي حضرتك. دول ما بيتنسوش، دول الدفى كله. حضرتك الدعوات الحلوه اللي وراكي تتقال وراكي لحد ما تقفلي الباب. حضرتك تنصحي ازاي الاب والام اللي متجوزين، مش الاب والام بقى يعني بابا وماما الجداد اللي متجوزين بقى لهم سنه ولا سنتين، ازاي يكونوا ذكريات مع اولادهم؟ ازاي يكونوا حاجات حلوه بعد سنين بعد سنين كتيره ممكن اولادهم يفتكروا المواقف الجميله دي؟ بالتعود يسحق. يعني لازم يعودوهم الصبح وهو نازل يبوس بابا ولا ماما اللي موجود معاه في البيت ساعتها. ويقول له باي باي يا حبيبي ربنا معاك اطمن عليك لما ترجع، كل الكلام لازم يبقى فيه محادثه حلوه بين البابا والماما. يبتدي نهاره بكلام ايجابي حلو. مش هصحيه الصبح للمدرسه يلا اتاخر يلا الباص أيوة. يلا مش عارف، لا ما ينفعش. يبتدي بكلام حلو تديله تفاؤل لبقيه اليوم، يخرج وكلامك الحلو بيرن في ودانه. بابا مستنياني لما ارجع، نفسك تاكل ايه النهارده لما ارجع اعمله لك؟ بابا مستنيني عملت ايه؟ كان يومك حلو ازاي؟ انك تبتدي مع اطفالنا بكلام ايجابي جميل. الله. نبقى اصدقائهم. اول ما الصبح يصبح. نبقى اصدقائهم مدام نيفين، الصداقه بين الاب والام واولادهم دي بتبقى حاجه حلوه. حقيقي، وزي ما انت قلت من شويه هبه، يعني المدينه الخياليه لا هي مش خياليه، هو احنا لازم نتعود على كده، هتبقى دي لغه حياه بعد كده. ايوه. مش خياليه صدقيني، في بيوت كده وفي ناس كده. وانا واحده منهم اهو بقول لكم. انا عايزه اقول لحضرتك ان يعني في كل مشغولياتك كزوجه وكسيده اعمال وام وجده، ربنا يديكي كل الصحه يا رب وكل الخير، لكن قادره انك تحتفظي بالبساطه والطفله اللي جواكي واللي بالتالي بتتعاملي بيها بنفس النقاء والبساطه مع اولادك واحفادك. فالشعور ده بيقرب منك. ماما حفيدي دي بتقول لي انا بحب اتفرج عليك يا مامي وانت بتلعبي معاه زي ما كنت بتلعبينا واحنا صغيرين، يعني احتفظي بنفسك. انا مش حاسه انك كبرتي. ايوه هي كده، دي الطبيعه بقى بتبقى من جوه، لان ده طفل مش هتعرفي تمثلي عليه. صحيح. انت حباه هتطلعي له كلام خير. قادره تفعلي. صحيح صحيح. صباح الفل على حضرتك وبنشكرك جدا، ربنا يديكي كل الصحه. شكرا لمشاركتك. جميل يا رب، ربنا يخلي حضرتك. ربنا يخليكي.